السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام كتاب العربية بين يديك. في هذه المحاضرة سنتناول كيفية إدارة الحصة أونلاين. نبدأ بسم الله. أولا سنتعرف على الأدوات التي يجب أن يقتنيها المعلم لحصة مثالية. أول شيء يحتاجه المعلم هو حاسوب جيد. هذا الحاسوب يستطيع المعلم من خلاله أن يقوم بتحميل برامج التعليم أونلاين مثل برنامج زوم ميتينج أو سبورة أيدرو أو سبورة جامبورد أو مستندات جوجل أو نماذج جوجل أو العروض التقديمية الخاصة بجوجل. أيضا يكون على هذا الجهاز برامج المايكروسوفت. هذا الجهاز يفضل أن يكون من كور 5 فأعلى، بحيث يكون هذا الجهاز جيد يساعد المعلم على العمل أونلاين. الشيء الثاني الذي يحتاجه المعلم لحصة مثالية هو مكان مجهز. ومكان مجهز يعني يكون بعيدا عن الضوضاء في الشارع أو الضوضاء في البيت، وأيضا يوجد فيه كرسي مريح للظهر، لأن الظهر يتعب مع الوقت من كثرة المكوث على الكمبيوتر لفترة طويلة، لذلك لابد من وجود كرسي مريح حتى يرتاح العمود الفقري. أيضا لابد أن نحافظ على مسافة بيننا وبين جهاز الحاسوب حتى نحافظ على العين ولا نرهقها بالجلوس على الحاسوب لفترة طويلة. ثالثا سبورة وأقلام. يفضل وجود سبورة حقيقية يقوم المعلم بالشرح عليها من خلال الأقلام. هذه السبورة تعطي الحصة جوا من المشاركة والفاعلية، لذلك لابد أن تكون السبورة أداة من أدوات المعلم في التعليم أونلاين. رابعا كاميرا ومايك وسماعات للأذن. الكاميرا من الأدوات الجيدة والمطلوبة في التعليم أونلاين، لأنها ستساعد على إيصال صورة طيبة للطالب والمعلم يقوم بشرح الحصة، لأن كاميرا الحاسوب غالبا تكون رديئة ولا تصل صورة جيدة. أيضا المايك يساعد في وضوح الصوت أثناء شرح المعلم للحصة. سماعات الأذن تساعد في وصول صوت الطالب إلى المعلم بصورة جيدة. هذه الأدوات لا غنى عنها في التعليم أونلاين. الآن سنتحدث عن حصة بين معلم وطالب. في هذه الحصة أول شيء نبدأ به تبادل التحية. عندما يدخل الطالب من خلال برنامج زوم ميتينج، أول شيء يقوله المعلم للطالب السلام عليكم، فالطالب يرد وعليكم السلام. المعلم يقول كيف حالك؟ الطالب بخير والحمد لله. وكيف حالك يا أستاذ؟ بخير والحمد لله. ماذا فعلت اليوم يا طالبي؟ الطالب يجيب على المعلم. هذا يكون من ضمن إطار تبادل التحية، فالمعلم يسأل عن الطالب والطالب يسأل عن المعلم. بعد ذلك عندما ننتهي من تبادل التحية نبدأ في مراجعة الواجب. في نهاية الحصة السابقة يكون المعلم قد أعطى للطالب واجبا. هذا الواجب لا بد من مراجعته في أول الحصة، ونخبر الطالب بالأخطاء التي وقع فيها ونقوم أداءه. بعد ذلك نفعل مراجعة على الدرس السابق، وفي هذا الجزء لابد من التركيز على الكلمات الصعبة أو الثقيلة أو الجديدة التي كانت في الحصة الماضية. وعندما ننتهي من مراجعة الواجب والمراجعة على الدرس السابق نبدأ في التهيئة للدرس الجديد. فمثلا سندرس اليوم درسا جديدا بعنوان السكن. لابد أن أبدأ بالتهيئة للدرس. أقول للطالب ما معنى سكن؟ أو أحضر صورة سكن. أقول له هل تسكن في بيت أو في شقة؟ هذه طريقة جيدة للتهيئة للدرس قبل أن نبدأ مباشرة في الشرح. بعد ذلك لابد أن يعطي المعلم الطالب مسافة للتحدث حتى يستطيع الطالب أن يسأل أي سؤال يقف معه، أو حتى يستطيع الطالب أن يتحدث ويتكلم مع المعلم أثناء الشرح. وعندما ننتهي من شرح الدرس لا ننسى أن نعطي الطالب إملاء، وجزء الإملاء جزء مهم جدا خصوصا في المستويات الأولى، لأننا من خلال الإملاء نحسن مهارة الكتابة، لذلك الإملاء مهمة جدا، وكثير من المعلمين في العمل أونلاين يتغافلون عن الإملاء. في نهاية الحصة بعد عمل الإملاء وتصحيحها مع الطالب على السبورة نقوم بتحديد الواجب، والواجب مهم جدا في عملية التعليم أونلاين، لأن الواجب هو الطريقة الوحيدة التي نجعل الطالب بها يمارس اللغة في البيت، لذلك لا ننسى الواجب. وعندما ننتهي من إعطاء الطالب الواجب نقوم بالتهيئة للدرس القادم. فمثلا في الدرس القادم سندرس درسا جديدا بعنوان العطلة، لذلك نبدأ في التهيئة لهذا الدرس.
من خلال صورة أو كلمة تعبر عن الدرس القادم. وأخيراً ختام الحصة، لابد أن أنهي الحصة مع الطالب بطريقة لطيفة وجيدة تترك أثراً جيداً في نفس الطالب، فأقول له: هل فهمت الدرس؟ كنت اليوم ممتازاً جداً، أحسنت، بارك الله فيك، أنت طالب ممتاز، وأعطيه مثلاً نجمة أو أرسم له قلب. بهذه الطريقة ينتظر الطالب الحصة القادمة لأنه سمع من معلمه كلمات تحفيزية. ولا بد من مراعاة اختلاف المستويات، فلدينا مستوى تمهيدي ومستوى متوسط ومستوى متقدم. في المستوى التمهيدي الطالب يسمع أكثر مما يتحدث، فهو يستمع إلى معلمه لأنه لم يدرس لغة عربية من قبل ولم تتكون لديه الحصيلة اللغوية التي تجعله يتمكن من التحدث. أيضاً المعلم يستخدم اللغة المتوسطة أثناء الشرح في المستوى التمهيدي، فالمعلم مثلاً يقول: هذا حرف الألف، هذا حرف الألف. الطالب لا يفهم هذه الجملة لأنه لم يدرس كلمة هذا، ولم يدرس كلمة حرف، ولم يدرس كلمة ألف. لذلك في هذه الحالة نستخدم اللغة الوسيطة ونقول: This is a letter. بهذه الطريقة يستطيع الطالب أن يفهم المعلم. أما في المستوى المتوسط فالطالب يتحدث أكثر من المعلم لأنه كون حصيلة لغوية يستطيع من خلالها أن يتحدث، واللغة المتوسطة طبعا تقل لأن الطالب بدأ يفهم الكثير من الكلمات باللغة العربية. أما في المستوى المتقدم فالطالب هو الذي يشرح والمعلم يكون موجها فقط، فالمعلم يسأل فقط الطالب: ما جمع معلم؟ الطالب يقول: معلمون. ما إعراب هذه الكلمة؟ الطالب يجيب عن السؤال. بهذه الطريقة الطالب يكون قد شرح الحصة والمعلم كان يوجه الطالب فقط أثناء الشرح. طبعا في المستوى المتقدم اللغة المتوسطة غير مستعملة لأن الطالب أصبح في مستوى متقدم لديه الكثير من المفردات والحصيلة اللغوية التي تساعده على التحدث باللغة العربية وتجنب استخدام اللغة الوسيطة. وبهذا نكون انتهينا من المحاضرة الثانية. نتمنى لكم رحلة تعليمية مفيدة ونافعة، ونلتقي في المحاضرة الثالثة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.